اهلا وسهلا بكم في مطبخ حموله للكيتو واللو كارب. يلا شوفوا طريقه تحضير خبز التوست بمكونات جديد. نص طش في المقادير على طول. نص كوب بياض بيض، وعندي نص كوب حليب دافي دوبت فيه ملعقه خميره خبزه، ما حطيت فيها شيء، حطيتها في مكان دافي فالخميره ممرت. حط المقادير كلها بعضها. عندي ملعقة زيتون، حطوا ملعقة واحدة فقط، ملعقة واحدة أكل، ملعقة أكل زيت زيتون، ونخلط المقادير هذه مع بعضها. شوية بس يندمجوا مع بعض. عندي ربع كوب من بودر مرق العظام الجاف، يعني ناخذ فيه نوعية كويسة وروعة بصراحة، نظيفة للأكل باش نضمن صحة جيدة، لأنه هو ممتاز لصحة العظام والعضلات. وأقرأ عليه مرق العظام حتعرفوا الفوائد منه، فناخذ فيه جاف، حطيت ربع كوب، قلت يلا ندخله في النظام الغذائي. عندي ربع كوب ألياف الشوفان، ألياف الشوفان دقيق، ألياف الشوفان. وعندي ملح، ملعقة صغيرة ملح، وعندي اللي تخلي القوام يساعد يرتفع إذا كان موجود، ملعقة أكل أروروت، ملعقة أكل أروروت. وعندي ملعقة صغيرة بيكنج باودر احتياطي، مرات الخميرة ما تتفاعلش فما بيش الخبزة تفسد، نحطهم مع بعضهم. وعندي في الأخير كوب دقيق اللوز، نخليه في النهاية. نخلط المقادير هذه قبل مع بعضها. نحط كوب دقيق اللوز ونشوف هل يتماسك ولا نزيد دقيق اللوز. نحط كوب بعدين نشوف العجينة، إذا كانت تحتاج نزيدها، بس دايما نحط في البداية مقدار صغير وبعدين نشوف. ونضرب الخليط. هذا هو الخليط اللي نبيه، مش سائل زي خليط الكيك، يقول زي خليط الكيك، يعني ما بيش جامد. هذا هو. نشوف شو بنولع، نشغل الفرن 180 ونشوف كيف نحطوه في العجينة جاهزة. وعندي هذا قالب الخبز، قالب التوست، حطيت الورق زبدة، مسحته بشوية زيت، وبنحط الخليط في هالقالب. طلعنا الخليط كله، حطيناها ونسكرها. سكرنا القالب، نحطها في الفرن، نشوف كيف شكل الخبزة تطلع. حطوه في الفرن 180. الخبزة بعد 20 دقيقة طلعتها من الفرن، زادت ساخنة. بسم الله. طيبة هي، نشوفوها. عندي بلاستيك، سكين بلاستيك، ما بيش نديرها بالسكين العادي لأنها تفسد القالب، ماش نقدر نحطها في الفرن، فالأحسن نديروه بلاستيك. نقول بسم الله. نحول الورقة، ورقة الزبدة حلوة هذه. هذه الخبزة اللي درتها في القالب، خليتها كي لونها ما بيهاش تتحمر هلبة، ونشوف كيف نوصل. قوامها قاعد زي ما هو، الوان حلوة بصراحة، لونها حلو ناعمة. نقصها بالمستطيل،
بسم الله ونقص الشرائح بسم الله. ما زالت ساخنة، زالت البخار يطلع منها، شكلها من جوا حدة حلوة. خبزت استجاهد وخليتها بردت شوية، بصراحة جميلة جدا. كيف عطتني اللون هذا، انا خليتها كما حمرتهاش وعطتني اللون الحلوة، وجوا كيف الثقوب الخميرة، صراحة روعة. فطور الصباح سندوتشات لذيذة جدا وفيها فوائد كثيرة. هذه الخبزة وصحة وهنا مع خبزة التوست.